بسم الله. مرحبا بكم. مرحبا بمشاهدين ديال خاي عبدو، مرحبا بك خاي عبدو. محمد ديك الله يعطيك الصحه. شكرا للضيافه، الله يرحمها. ديك اول مره تظهر معايا نجمه فلوق في القناه ديالي انا، هي الزوج ديالها. صراحه حشماني شويه ومرتكبين الناس اول مره. هضر على اول مره. اول حاجه شكرا لاختي نجمة، مرحبا ديك الضيافه، كبرتي بينا. شكرا وتحيه للناس ديال سكنه والتعمير. شكرا والناس ديال دوان كاملين، الناس ماتين. شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم. شكرا، بارك الله فيكم. حتى انتم مرحبا بكم معنا، وشكرا بزاف انتم الاول استقبلتونا في الدار ديالكم وكبرتوا بينا ورحبتوا بينا. صراحه الناس الجود والكرم، ومرحبا بكم. ونعرف كبير هذا الناس هيسوني حلوه. مرحبا بكم، زيدوا دخلوا سلمى هنايا. بسم الله. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ اموركم هانيه، يا ربي تكونوا مزيانين وبخير، وما ناقصكم حتى شي خير. المهم كما جبرتونا دابا، البارح قلنا لكم بان حنا وصلنا لتطوان، ودابا صبحنا معاكم فيديو جديد وحماس جديد وخرجه جديده. وتحيه للمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لكم بزاف على لي لايك، على الجيم، على التعليق المزيونين في حقنا. شكرا لكم بزاف. المهم اليوم جبرتونا مع اختي نجمة اللي كانت عندنا في العيد ميلاد ديال زيد. قدكم ما يمكنش تجيو لتطوان وما تجيوش هنا عندي، فغتخلصوا الحق. حنا خير ما خلصوا لا حقنا ولا حنا نمشيو اخاي، ما خلصوا حتى شي حاجه. ساعة تطي بزاف ديالها. شكرا لك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك. حليمة هاي عودة تعطيكم التحية. تينا خالتي حليمة. السلام عليكم متتبعين سلمى وعبدو، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنىكم تزيدوا تكثروا من الاشتراكات في قناة سلمى وعبدو تا هما يستاهلوا، وكنتمنىكم تزيدوا لهم اللايكات. ومرحبا بهم عندنا في تطوان. مرحبا بك. شكرا، هذا النهار كبير كبرتوا بينا. هذه هي اللي عدت لنا طرطار الزيت، الله يعطيك الصحة. وشكرا بزاف، باقا دابا في الدماغ ديالي والقناة ديالها اسم القناة مطبخ مطبخ حليمة الشمالي. هذيك الاسم ديال القناة ديالك راه ماشي شي واحد، ما شاء الله بالدقة. تطوان عندك داكشي. هذا اللي كانت دار الأخت ديال سلمى ما كتبانش، باقا ما عطيناهاش الرخصة، تبان بنات عليا بنات الرخصة لوتوريزاسيون تبان عاد بان معنا. والأخت نجمة اللي شرفت بينا، اللي عندها القناة ديالها نجمة فلوغ تي في، حتى هي كتعمل محتوى محترم. داكشي بالنساء بواحد الصراحه بواحد الاحترام، داكشي واعر. السلام عليكم المتابعين ديال عبدو وسلمى، مرحبا بي في القناه ديالك، مرحبا بي عندهم في القناه ديالي ديالهم. ما ديش عليا، ما ديش عليا، ومرحبا بهم في الدار ديالي. كنقول لكم مرحبا بكم الف مرحبا. الله يكبر بك اختي نجمه. شكرا، شكرا، بارك الله فيك. صافي هادشي اللي كاين. وزمتي بك الشيء، تبارك الله ما شاء الله. الحوت هو ما ادرك ما الحوت. جيب اختي ديك النايبون عيني نسينا النايبون. الله يعطيكم الصحة. يا صافي يا عزيز، صحتكم. الله عليكم، هذا النهار كبير بي. هي سقساتني مسكينه، قالت لي واش اللحم ولا الدجاج؟ قلت لها انا اللحم والدجاج ديالها، حضرتكم شفتوا معايا السابع كليتهم. انا اصلا عزيز عليا خصوصا في الفتره هذه، والله الا وقعت لي الحوت ومنوعه اختي، والله الا تهلات فيا الله يجعل ربي في بيتي. ماشي صديقه ديالك. هذا أجواء غزالة تبارك الله. شوف 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 شوف
الله يخلف عليها. صحتك اختي. صحتك وعافيتك سلمى اختي. تستاهل كل خير. الله صراحه فيما مشينا كيعملوا لنا الحامل الحامل الحامل. انا قلت غنعمل لكم واحد الطبق مغاير يعني نعمل لكم الحوت وقبلوا عليا. الله يرحمك حنا قاعدين على التراب. ايوا قبلوا عليا اختي ونتمنى يعجبكم الماضي. حنايا كنمشيو عند الناس مجرد انهم فرحوا بينا هذيك هي اهم حاجه. واخا نقول السمعه بنادم في الارض واخا ناكلوا غير الزيت والزيتون باش ما تقعش الزيت والزيتون راهما هما انا عزازي بزاف وبخبارك راه الزيت ديالكم وعندي الليمون ديالكم اليوم اخر ليمون. صح الله العظيم اليوم اخر ليمون. واخا ناكلوا الليمون المهم نادم يفرح بيك وضحك ليا الله 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 يلا سلمى انا اسكتي. يلا زيد انت. نزيد ليه نزيد؟ زيد اخترتني بالاخر. انا يا بسم الله. هادشي كامل طيبته. هادشي كامل طيبته. طيبته في الطلاق. ها؟ عرفتي سلمى حاده طبعا غادي مشينا عندها فرحات منا. والله قسما بالله انا حليمه من النوع اللي ما عندهاش مع الحوت. قد كيختي ديك الحوت عمري ما كنت عمري ما كنت. سبحان الله من الناس اللي كذبني حمد ديالنا اللي كيجي عندنا. بداية. كيقول نزل لي لف انا عمري ما كنت. كيف شراه؟ لا انا عارف لا عادي انا عادي تاكل جوز زيت شكرا على المجلس. مرحبا بكم. الله يعطيك الخير. والله العظيم الله يبارك فيكم. الله يرحم الوالدين ديالك. والله العظيم ماشي شي حاجه كبيره. والله العظيم جزيلا انتم اللي سبق لكم شرفتوا لينا وشكرا ان شاء الله تسولني شرفتونا في الاخبار. مرحبا بك. ايوه شكرا بارك الله فيك. الله يحفظ الدار ديالك. مرحبا بك ان شاء الله. اللي تجيو للبلاد اجيو نعم نعم ان شاء الله. انت انتم عندك عاون. ما نطلع انت عزيزك على عشاق نقولوا القصه ان شاء الله. الله يهديك ان شاء الله ضروري. الله يعافيك ان شاء الله. يا المهم نتغدوا ان شاء الله. نتغدوا ونرجعوا معكم ان شاء الله. وسمحوا لنا لشي وحده اللي كانت وحام سمح لنا بزاف. وحنا هذا يعني هذا الشيء هذا حنا خدامين في دارهم ما بينو فين مشينا وفين جينا وشنو كلينا وهذي. اييه مسامح كريم وحفظك الله. ودنا يسالك حليمه. حليمه صاحي حليمه صاحي لا لا يعطيك الصحه اختي حليمه. الله يلا شكرا. حليمه شكرا. وجمجم ولا تخمم. اييه صح لما كانت دارهم في اليوتيوب كانت دارهم. ايوه جمجم ولا تخمم. مع السلامة عند الله سبحانه وتعالى. نتغداو انا ما كيعجبنيش ناكل قبل الكاميرا مش باش عليك سبحان الله. وانت اللي كتنزل الطبق تشاهي الناس عاود زيد تاكل كذا عاود كزيد تشاهي الناس من الفوق. انا هذه دائما سبحان الله كيقول لك شوف سلمى طيب وجد ونشارك داك الشيء مع المشاهدين ولكن باش نبقى ناكل وهذه سبحان الله في شكل ما كيبغيش. هما الوالدين كيقولوا لنا والله من قله الادب انت انك تاكل وانت كتهضر. كيفاش بقيتي انت كذا كنت كتهضر؟ كنبدا تزهق ديك الفكره. كتبدا تزهق لا ماشي مزيانه من الادب المائده المغربيه. هذا الشيء اللي عندنا حنايا من الادب المائده المغربيه انك كذا كل بلا ما تهضر. الوالدين ديالي يعني كيقول لنا كولوا وعاد هضروا. الله قال لهم عاد كولوا ولا تخم خيمو. ايوا سمحوا لي على العفويه ديالي. لا لا بالعكس. يلا تبعوا معنا الفيديو تاع اللقاء. يلا قربوا. المشاهدين ديالنا دابا غنعملو ميريندا صراحه حصرونا حتى عملنا ميريندا والله الا الله يخلف عليها مع بردنا غطينا ملاطي. صحتكم اختي. يلا ايوا وهذه ميريندا اختي حليمه يا دابا قدم لهم هذه الكيكات. هذه الكيكه في المول العاجب بالنكهه ديال الليمون والكريمه ديال الليمون وهذه الكيكه بالكاكاو وبالغناش ديال الشوكولات. يعطيك الصحه. بالصحة هذا بالصحتر يا بانكيك بالصحتر صحيين كتجي غير بالسميدة والحليب فقط. هذا هما ما صالح لك فهمتيني فيها الصحتر فيها الصحتر. العشر لا لا انا راد البال معك. اه كيخاف عليك كنقول غير هذا الخير بارك الله. واتاي المغربي الاصل اللي تما ما كيخطاطش الدار المغربية الاصيلة.
ايوا نعملوا ميريندا وحنا معكم ان شاء الله. الله يزيد معايا والكيكات الوطنيات كاملين عندي في القناه. واقول اختي قناه كاملين في القناه ديالك كامل في القناه ديالك تبارك الله عليك. اي والله هاد القنوات هذو هما اللي خصهم الطبخ زعما يكون. ونزيدو نفكروا كما اختي حليمه عندها قناه ديالها مطبخ حليمه الشمالي. الله يحفظك اختي كريم الشيء اللي كاين مسكينه كبرت بيا. سامي تغايل فيه مع الطراق قال لي خصها تشوف السد. سلمى هاي والنسمة واعرة يا النسمة دار الربيع أجواء واعرة عبد الواحد ديك الناس اللي ساكنين رافق هذوك راهم اجواء غزاله ما عرفتش يقولوا لديك الدوار هذا. المهم هذا الشريف السد مولاي الشريف الادريسي واقيلا ياك فقع عقل عليه هندي حد هنا وصل الدرايف كلشي كلشي الناس مخايمين هاهم الناس شوف مخايمين هنا هدايته هدايه هيا جات نمشي ولا نجلسوا؟ نجلسوا راه نقول شوف ماما الناس كاش يا ما باش نوصلوا دغيا بكري للدار اه مع هذيك الطريق اجي انا نوصلوا في انا نوصلوا في الليل بلاتي با خطه قريت ودابا ما بقى لينا غير نقول لكم مع السلامه وتهلاو في راسكم فيديو جديد ان شاء الله غيكون معكم في منيح احمد ايوا غادي نخلصوا في الليل بلا ما ندهلسوا معكم فيديو يلا خوتي هلا فراسكم شكرا لكم بزاف السلام عليكم.